تنفث شعلات حقول النفط في البصرة سمومها موت يطلق بشكل علني في أجواء المدينة، ما تسبب بعشرات الوفيات سنويا بالأمراض السرطانية. الزميل إيهاب المالكي تقصى هذا الملف وعد التقرير التالي. لهيب نيرانها يحرقهم ودخانها يقتلهم يوميا. شعلات النفط بين الأحياء والمناطق السكنية في البصرة باتت واحدة من أسباب الأمراض السرطانية المميتة، فحقول نهران عمر شمال المحافظة قتلت السكان القريبين منها، سيما الأطفال والشباب منهم، والحكومة العراقية تتفرج على موتهم البطيء. سبب تظاهراتنا اليوم على حق النهران عمر، احنا أبناء المنطقة الصراحة كلش تعبنا من شعلات النار والتلوث البيئي والأمراض السرطانية اللي جاية تصير بالمنطقة. أغلبية الشباب اللي جاية يصير بها سرطان شباب صغار. عندنا منطقة سكنية كاملة تقريبا، يعني شو أقول لك، الأغلبية يعني إذا مو بيته ترك، إنه عندنا أمراض سرطانية، إذا مو أمراض سرطانية أم أمراض أخرى، أمراض مزمنة. زين احنا جاي نعاني، انا يمكن عمري تقريبا 27 سنه وجيت للدنيا لقيت هذا الحقل موجود، واسمع انه اكو حلول موجوده راح تجي عن طريق مسؤولين عن طريق نواب، ولحد الان ما التمسنا شيء صحيح اتجاه هاي الشعلات. هؤلاء السكان لم يطالبوا بشيء سوى الخلاص من تلك النيران التي انهت كل شيء في هذا المكان، الزرع والانسان والحيوان كلها يطاردها شبح الموت يوميا، حتى أصبحت منطقة غير صالحة للعيش كونها ملوثة بالكامل بسبب انبعاثات الاستخراجات النفطية. نطالب من وزارة الصحة، وزارة البيئة، أنه تجي تقيم هل احنا صالحين للعيش في هذه المنطقة. النار هاي مذية الزرع، عندنا ناس عندهم أمراض سرطان بسببه، وهو ناس تأذت من عنده. نطالب ما حد يباوعنا، هاي هل تشوفنا التجمع هاي واحنا يومي على حطة هاي. نطالب بالنار ما يرضون، لا يطفونها، لا يرضون يسووا لها شيء. بنسبة تقدر ب 60% هي آخر إحصائيات دائرة البيئة للسكان المصابين بالأمراض السرطانية في هذه المنطقة، والتي لم تبعد عن شعلات النيران هذه سوى بضع أمتار، بل بعض المنازل ملاصقة لها، ومختصون آخرون يرونها من المناطق المنكوبة وغير الصالحة لعيش الإنسان. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.